سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت أن أتأمل معكم سطح الشمس. درجة الحرارة هنا 6000 درجة مئوية. في باطن الشمس درجة الحرارة تبلغ ملايين الدرجات المئوية. شيء مرعب أيها الأحبة. هذا جزء صغير من نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. انظروا أيها الأحبة، هذا عبارة عن لسان لهبي، لسان صغير يخرج من الشمس. نحن نراه هنا بعد التكبير، طبعا نظنه صغيرا، ولكن بعد قليل وكالة ناسا ستضع هنا الحجم الحقيقي للأرض لنقارن حجم الأرض مع حجم الشمس. طبعا هذا جزء صغير من حجم شمسنا التي سخرها الله لنا. انظروا أيها الأحبة، هذا هو كوكب الأرض. قطر كوكب الأرض أقل من 13,000 كيلومتر. هذا اللسان يبلغ طوله عشرات الآلاف من الكيلومترات، أكبر بكثير من قطر الأرض. يعني تصوروا هذه الأرض، يستطيع هذا اللسان الصغير أن يبتلع كرتنا الأرضية بالكامل. إذا كان هذا هو حجم نجم صغير في الكون لا يكاد يرى أمام مليارات بل تريليونات النجوم، إذا كان هذا هو حجم الشمس أمام الأرض، فكم هو حجم جهنم والعياذ بالله، وكم هي درجة الحرارة. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، أتذكر معكم عندما كان يخرج ليلا وينظر إلى النجوم ماذا يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظروا أيها الأحبة، هذا اللسان اللهبي العنيف جدا عن عذاب جهنم، الله تعالى يقول: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يعني هذا اللسان اللهبي، مع العلم أن الشمس هنا تبدو حمراء، إلا أن هذا اللسان هو عبارة عن شرار يرمى للخارج، لونه أصفر يذكرنا بنار جهنم. أيها الملحد، كيف ستتحمل نار جهنم؟ المراكب الفضائية المجهزة بشكل قوي جدا والمحصنة ضد الأشعة الكونية وغير ذلك لا تستطيع الاقتراب من هذا اللسان اللهبي، ستنصهر على الفور إذا اقتربت من هنا مهما كانت المادة المصنوعة منها. كيف سيتحمل جسد هذا الكافر نار جهنم والعياذ بالله؟ لذلك الله عز وجل وضع في القرآن الكثير من آيات العذاب، ليس ليهددنا وليس ليعذبنا أصلا وليس لينتقم، لا، الله عز وجل رحيم بعباده، ولكن ليقوم سلوكنا، ليقول لنا: انظروا هناك نار جهنم والعياذ بالله. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. لذلك أيها الأحبة، أنا أحب أن أتأمل هذه الشمس وأحب أن أتأمل النجوم كما كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الليل ويتأمل النجوم وهو يدرك أنها نجوم حارقة. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يستعيذ بالله من عذاب جهنم. كان أكثر دعاء النبي: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. المؤمن مشفق من نار جهنم. المؤمن دائما يقول: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهذا جزء صغير من نار جهنم أيها الأحبة، فقط للمقارنة.
هنا درجة الحرارة أحبتي في الله 6000 درجة هنا على السطح، ليس في الداخل، على السطح هنا خارج الشمس. أنت لا تستطيع أن تغمس يدك في ماء مغلي درجة حرارته 100 درجة. يعني إذا وضعنا، يعني إذا دخلت إصبعك أو يدك بالخطأ في ماء مغلي تحترق وتبقى أيام بل أشهر لعلاجها، وآلام فظيعة. طب كيف سيتحمل الإنسان هذه الحرارة الهائلة يوم؟ يجب أن نفكر أيها الأحبة، يجب أن نتقي ذلك اليوم. لذلك آخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب النار، ونقول كما يقول المؤمنون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.